معكم يا أصحابي في حلقة جديدة من برنامجنا خبريتك. أنا هنا وهكون معكم طول ودلوقتي تعالوا معنا نبدأ موجز خبريتك. خبريتر بيقول لك إن فيلم The Animal Crackers اللي بيتكلم عن عائلة بتحاول تحمي السيرك بتاعها بصندوق سحري مصنوع من بسكويت الحيوانات، وبتركز مجهودها في إن هي تهزم هاراتيو الشرير اللي عايز يهدلها السيرك بتاعها. والفيلم من ضمن أفلام الأنيميشن 2017. ودلوقتي معادنا مع فقرة تك. دلوقتي تقدروا تسوقوا العربيات الانتيكة اللي بتشوفوها في أفلام زمان مع لعبة فيرتيجو ريسينج، وهي لعبة بتقدم لنا أنواع عربيات كلاسيكية، وبتستمتعوا كمان بأغاني الروك العالمية، وتقدروا تحملوها عن طريق جوجل بلاي. ودلوقتي معكم مع فقرة واو. أنا اسمي ملك وعندي 12 سنة. أنا وأنا صغيرة ما كنتش بحب الرسم قوي، بعدين لما بقى أخدته وعرفت فيه أكتر فعجبني. بدأت أرسم من 3 شهور تقريبا. بحب أرسم الحاجات اللي هي فيها ألوان كتير، وحب أرسم بقى الوشوش والبنات وكده. بفتح النت وبشوف الرسومات، بحاول اقلدها ودايما مخصصه وقت ان انا اقعد يعني ارسم فيه عشان اكون يعني عارفه متمكنه اني ارسم اكتر. انا الاول برسم بالرصاص، ولازم يكون الاول الخطوط خفيفه، ودايما بحب ارسم الشخصيات اللي هي برضو تكون مليانه، تحسيها كلها الوان بقى، الوان سخنه والوان بارده، عشان الالوان بتديها حاجه يعني تخليها احلى من القلم الرصاص. بعد بقى برسم الرسومات، ويعني اكتر حاجه بتعجبني فيهم بعلقها بقى في الاوضه بتاعتي عشان بحب اشوف الالوان وكده.